متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الذي يأتي في منتصف شهر شباط فبراير للعام 2021، الذي يتوقع أن يعتبر أسبوعا متقلبا في توقعات الأحوال الجوية. سنبدأ معكم في توقعات الأحوال الجوية يوم الأحد، التي تشهد به المملكة أجواء مستقرة في أغلب مناطقها إلا بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، بما فيها مرتفعات مثلا مكة، الطائف، مرتفعات أبها والباحة، ومرتفعات عسيرة تتوقع أن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار أحيانا في تلك المناطق، وتكون درجات الحرارة في باقي مناطق الحلقة مرتفعة بشكل يجعل الطقس مائلا للحارة، مثلا في العاصمة الرياض 28 درجة مئوية. يوم الاثنين لا تغيير كبير يتوقع يحدث على الأجواء، أجواء مستقرة في شمال وغرب ووسط وشرق المملكة بشكل تام، درجات حرارة بين 28 و30 درجة مئوية في القطاع الأوسط والغربي والشرقي، 27 إلى 25 في المناطق الشمالية. تلقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية نتيجة امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر وتدفق تيارات هوائية رطبة تجعل وتعمل على رفع فرص هطول الأمطار الرعدية في تلك المناطق. يوم الثلاثاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات حرارة في عموم المناطق الشمالية الشرقية الوسطى والشرقية من المملكة، وتتراجع فرص هطول الأمطار بشكل لافت فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية المملكة، مع أجواء غالبا مستقرة في أغلب هذه المناطق. تنشط أقلين الرياح في المنطقة الشمالية الغربية مع انخفاض على درجات الحرارة يبدأ بمشيئة الله تعالى. أما يوم الأربعاء فيتوقع أن تتأثر دول المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها بلاد الشام بمنخفض جوي قطبي قوي الشدة، سيؤثر على هذه المناطق، الأمر الذي سيعمل على حدوث نشاط كبير في سرعة الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة. يتوقع مثلا أن تنخفض درجة الحرارة في تبوك إلى 11 درجة مئوية في ساعات النهار، 16 في المنطقة الشمالية، كما لاحظت حتى في مدينة جدة تنخفض درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية، كما تنشط فرص هطول الأمطار الرعدية على السواحل الغربية من المملكة بما فيها أيضا سواحل مدينة جدة. بعض الغبار والارتفاع على درجات حرارة في المنطقة الوسطى والشرقية للمملكة، مع بقاء الأجواء مستقرة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. أما يوم الخميس فمتوقع أن يطرأ انخفاض لافت على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة، ويتوقع أن يصل موجة من الغبار والأتربة المثارة نحو المناطق الوسطى والشرقية للمملكة. تتراجع درجة الحرارة مثلا في العاصمة الرياض إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، 26 درجة مئوية في الدمام، 22 درجة مئوية في المنطقة الغربية، 14 في تبوك، 14 في المنطقة الشمالية، و16 في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. لكن السمة الأساسية هو وجود الغبار العالق في الأجواء وأحيانا موجات غبارية التي ربما تكون كثيفة إبان عبور جبهة هوائية باردة مرافقة لذات المنخفض الجوي المؤثر على المناطق الشمالية، ولكن تفاصيل ذلك تكون أوضح عندما نقترب من هذه الفترة الزمنية. نختم التوقعات الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة الذي تعود به الأجواء مرة أخرى للاستقرار التدريجي، لكن مع انخفاض على درجات الحرارة في بعض الأجزاء، وتصبح درجات الحرارة ما بين حول إلى أقل من معدلاته المعتادة، مع أجواء غالبا مشمسة، ظهور لبعض السحب والغيوم، بعض الغبار يبقى في المنطقة الشرقية. هذه توقعات هذا الأسبوع إذن في المملكة، نسأل الله يجعله أسبوعا مباركا لكم جميعا. أتمنى لكم جميعا أينما كنتم أوقاتا سعيدة. إلى اللقاء.